هل بقى الموسم السنه دي هو موسم تشامبيونز ليج لبيب جوارديولا؟ وهل اذا فشل في التتويج بيه جوارديولا فاشل؟ لا طبعا مش فاشل. اوكي. بس مش ده الموسم بتاع التشامبيونز ليج برضه. مش ده. وجهه نظري يعني. ماشي. ليه؟ لان زي ما قلت لك انا بحس ان جوارديولا عنده حاجز نفسي في مع بعض الحاجات اللي بتعنده مره مع التانية، فابتدي بيأوفر كوتش عليها عن الطبيعي. جوارديولا طول ما هو ماشي طبيعي. سواء ما كانش اوفر كوتشنج على ليفربول في الماتش ده. لا 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 انا معاك. كان عدى لاعب يعني بيور البيور. انا معاك جدا، بس هو يورجن كلوب واحد من المدربين، ودايما انا بحس المدرب اللي بيتجرأ اكتر من مره على جوارديولا بيكسره. يعني مش عايز اقول بيكسره، انت جبت اقوى حاجه يعني حاجه في النص كده، بيعمل بتحس ان جوارديولا بيهقف. يعني ماشي لو الناس فاهمها ماشي انا موافق، هي دي يعني هي دي. لا لان يورجن كلوب تتفق او تختلف على فكره واحده من اكبر مميزاته، ان المدرب ما بيخافش، ودي حاجه تحسب له جدا جدا بصراحه، لانه بكل المعطيات اللي كانت قبل المباراه دي وبالتشكيل اللي بادئ بيه على فكره، اللي انت لو فردته ده تشكيل ممكن يبقى مبالغ فيه جدا هجوميا قدام فريق ما بيرحمش، ستات واربعات وخمسات بقوه هالاند الهجوميه مع تالق فودن ودي بروين، المباراه دي كانت ممكن تخلص بفضيحه ليفربول، الا لو مش مدرب عنده هذا الكم من الشخصيه والثقه في لعيبته وفي جمهوره على فكره، اللي انا مصمم على ومتفق على راي جوارديولا اللي خدع حجه في الاخر، يعني قال لك بس بعد ذيس از انفيلد. يعني الكره دي بعديها خلاص بقى الجمهور بقى هو اللعيب رقم 12. هي النقطه دي او بيعرف يستغلها كلوب بشكل جيد جدا، لانه مدرب عاطفي احنا كلنا متفقين على ده، بس بيعرف يقلب ده لمصلحته. مدرب عاطفي ولا مدرب لئيم؟ لا عاطفي مش لئيم، هو عنده جزء كبير من اللقم ده. ده كان سؤالي. لا لان هو عاطفي مع اللعيبه. ده كان سؤالي. هو اعلامي لئيم. هل يورجن كلوب يجيد المايند جيمز على شكله مورينيو بس بالعكس؟ مورينيو كان بيعملها انا سبيشال انا نورمال وان يا جماعه وانا وما اشتريتش وما ينفعش وبتاع. هو اللي وحش، بص انا ما عملتش حاجه انا مش هينفع المال، وده جايب هالاند ب 60 وده جايب بنسبه 100. هو مورينيو عشان طلع في مرحله برضو خلي بالك، هو طالع بيناطح في مين؟ فيرجسون وفينجر وقصه يعني توصل لده ما بيش. لا هو كان هو على فكره برضو عشان احنا بس يعني الشعر شاب فاحنا حضرنا المؤتمر على الهوا، هو كان السؤال اصلا بتاع سبيشال وان ده، انت جاي ماسك فرقه كلها نجوم، فهو قال لهم وانا كمان نجم، انا بطل الاتحاد الاوروبي بطل تشامبيونز ليج، فما انا مش واحد فروم ذا بوتل يعني. اصلا لما كان اصلا يقصد سبيشال وان، هو حتى بيتكلم على رومان ابراموفيتش ان هو لما جابه ان هو يمسك الفريق ده، لو انتوا بتقولوا على الفريق ده سبيشال كله انت ماسك الفريق كله نجوم، الفريق كله نجوم، انا بقى انا بطل اوروبا فانا واحد فروم ذا بوتل، لا انا سبيشال اي ثينك انا سبيشال وان، فنرسم بقى 20 سنه. وبعدين التاني بقى لما راح مضى قال له انت لا نورمال وان يا جماعه، ده انا بلبس كاب وبقعد اعمل كده يعني عادي. بيعرف يلعبها لئيم يعني، وهو يورجن لئيم ولا عاطفي؟ لا ما بص عاطفي مع اللعيبه زي ما قلت لك. الفرق بين يورجن كلوب وبيب جوارديولا في النقطه دي بتحسب لجوارديولا، لانه جوارديولا ما عندوش عاطفه في الكوره، وده دايما اللي مخليه في التوب. المقطع الشهير جدا في اول اور ناثينج، لو انتوا بتكرهوني وكرهوكوا ده هيخليكوا تلعبوا كويس اكرهوني. بالظبط. ده في وسط التمرين. بالظبط. في وسط الملعب. وعمرك ما شفت على فكره لعيب ما بيلعبش في كله اللعيب اللي هو بيحس ان هو خلاص بيبقى فقد الشغف شويه، هو انت شفت ما بيستغنى عن يعني العزيز. لا ما هو خد بالك انت ما تاخدش من ورا جوارديولا حد. ما هو بالظبط. يعني ايريك جارسيا وهنروح للكلاسيكو دلوقتي. يعني لو كان في الخير. لا ولو خاصة لو كان صغير. هو سيء. يعني جابرييل جيسوس وراحيم ستيرلينج هو خد خيرهم. بقى تمام عايزين نشوف حالكم. هم يفضلوا في نفس اللي خلاص انا خدت خيرك. فعايز اشوف حالك شوف، لكن ايريك جارسيا ده انت المفروض